السادة الوزراء، السادات والسادة الحضور، بداية أود أن أعرب عن سعادتي بتواجدي اليوم في العاصمة الأرمينية بريفان كأول رئيس مصري يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي شهدت من 30 عاما على إنشائها في عام 1922. وهي الزيارة التي تعكس مدى الاهتمام والتقدير الذي تجنه مصر علاقاتها مع أرمينيا واهتمامها بتطويرها في مختلف المجالات امتدادا لعلاقات تاريخية لها خصوصيتها المتفردة على المستوى الشعبي تعود إلى استضافة مصر تاريخيا لعشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر وأسهموا إسهامات مقدرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، وكان لدورهم الطيب الأثر في إسراء حياة المجتمع المصري. كما يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر وعميق التقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظينا به منذ وصولنا إلى أرض أرمينيا الصديقة. إذا انعكس هذا المناخ الودي على أبواب المباحثات التي عقدتها اليوم مع فخامة الرئيس فاهجن، وقد تم التطرق خلال المباحثات إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة، وذلك ليس فقط اتصالا بمجال الغاز ولكن أيضا ارتباطا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما جعلها مقصدا استثماريا واعدا في توافر موارد الطاقة اللازمة للصناعة وما ترتبط به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية بما يكسب المنتجات المصنعة في مصر والمميزات التنافسية الكبرى. كما أعربت في هذا السياق عن تقدير مصر لمشاركة فخامة الرئيس فاهجن في القمة العالمية للمناخ كاب 27 التي عقدت مؤخرا بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي عكست مدى الاهتمام الذي تولي أرمينيا لقضية المناخ. وعلى الجانب الاقتصادي تم تأكيد أهمية العمل المشترك على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بحيث يتناسب مع الإمكانات الواعدة لكليهما وكذا مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما بما لها من خصوصية شعبية، الأمر الذي يتطلب تفعيل وتنشيط الآليات الاقتصادية القائمة بين البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى منها وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلم والفني ومنتدى رجال الأعمال. كما شهدت المباحثات استعراضا للجهود التي تبذلها مصر لتزيل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمشروعات القومية الكبرى التي شهدتها مصر على امتداد رقعتها لتحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من مزايا للمستثمر الأجنبي ونفاذ لمنتجاته إلى عدد كبير من أسواق الدول المجاورة العربية والإفريقية فضلا عن إصدار رخصة الاستثمار الذهبية. استعرضنا كذلك الطفرة التي شهدتها مصر في مجال البنية التحتية والنقل والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا القطاع وقدرتها على تنفيذ المشروعات المطابقة للمعايير العالمية في وقت قياسي، حيث عربت الفخامة رئيس فاهجن عن استعداد القاهرة لتبادل ما لديها من خبرات مع بريفان في هذا القطاع سواء على الصعيد التقني أو للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أرمينيا. وتم أيضا خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس التطرق إلى عدد من القرارات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض والعمل الدائم لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل والاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي في ضوء تداعية الأزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. مرة أخرى أتمنى أن فخامة الرئيس فاهجن كل التوفيق والسداد في قيادات دولة أرمينيا الصديقة وشعبها القريب لقلوب المصريين، وأنني على ثقة فأن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية بما نتج عنها من زخم سياسي وما شاهدته من تفاهم على مستوى القمة لتعزيز العلاقات المصرية الأرمينية في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية للسوق الأرميني. ختاما أرجو لدولة أرمينيا وشعبها الصديق كل التوفيق والتقدم الزاهر
شكرا لكم، خالص تمنياتي بالنجاح.